يطمح المنتخب التونسي إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يلاقي المنتخب البلجيكي لحساب مباريات المجموعة السابعة. نسور قرطاج وبعد الخسارة أمام المنتخب الإنجليزي بهدف دون رد يحاولون تدارك الأمر في لقاء الفرصة الأخيرة بتحقيق نتيجة إيجابية، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام بلجيكا بنجومها الكبار التي تعد من المرشحين للمضي بعيدا في منافسات كأس العالم.